اختارت بنفسها إنها تعيش في دار مسنين مع إن حفيدها ووالده فنانين مشهورين، ولكن إيه اللي خلى الفنانة عواطف حلمي تفضل إنها تعيش في دار للعجزة؟ هجوم شرس على خالد ونور النبوي بسبب الجدة عواطف، حيث تعرض الفنان خالد النبوي وابنه نور لهجوم شرس خلال الساعات الماضية بسبب انتشار أخبار بتفيد إقامة جدة نور النبوي لوالدته الفنانة عواطف حلمي في دار مسنين. الخبر اللي أثار غضب واستياء من المتابعين واللي انتقدوا الثنائي بشكل كبير، وخصوصا ان علاقتهم بالجد عواطف جيدة، وكان اخر ظهور ليها برفقة حفيدها في العرض الخاص لفيلم الحريفة واللي كانت بتدعمه في اول بطولة ليه، حيث ظهر نور النبوي وجدته في العرض واتسم لقائهم بالألفة والمودة، ولكن اللي صدم الجمهور بعدها انهم يعرفوا انها عايشة في دار للمسنين. وبرغم ان الثنائي لم يعلق على الاخبار المتداوله والانتقادات اللاذعه اللي توجهت ليهم، الا ان عواطف حلمي كشفت عن تفاصيل اقامتها في دار مسنين، وقالت انها انتقلت للعيش هناك ولكن اقامه غير دائمه. وقالت الفنانه عواطف حلمي ان عائلتها لم تجبرها او تتنازل عنها للاقامه في دار مسنين، وما استغنتش عنها زي ما انتشر، ولكن هي اللي قررت الاقامه الغير دائمه في هذه الدار. وكملت كلامها وأوضحت إن نقابة المهن التمثيلية افتتحت دار للمسنين وبيقيم فيها في الوقت الحالي عدد من زملائها اللي كانت بترتبط معاهم بعلاقة قوية، وعلشان كده هي قررت الانتقال للإقامة معاهم، وده من وقت للتاني علشان تشاركهم أوقاتهم. وقالت إنها بتتنقل بين منزلها والدار، وأكدت إنها أثناء تواجدها في دار المسنين بيزورها العديد من أفراد عيلتها، ده غير أصدقائها للإطمئنان عليها، على الرغم إن حالتها الصحية لا تستدعي ذلك مطلقًا. وأعلنت أسفها الشديد على الهجوم اللاذع اللي اتعرض ليه حفيدها بسبب هذا الأمر، حيث إنه ملوش أي ذنب في إقامتها في الدار، ووصفت علاقتها معاه بالجيدة للغاية، وقالت إنه أغلى الناس عليها وليه مكانة كبيرة في قلبها، ولفتت إلى إنه لن يقصر يومًا في رعايتها ومعاملتها هو أو والده خالد النبوي. الشيء اللي خلاها تبكي بسبب الهجوم عليهم، وكان من الواضح فعلا انه بيرتبط نور النبوي بعلاقة قوية مع جدته عواطف حلمي، حيث انه قبل يدها ورأسها امام الجميع في العرض الخاص بفيلمه الحريفة وسط سعادة غامرة من الفنانة. وكان للفنان خالد النبوي تجربتين زواج، الزوجة الاولى هي ايمان رشدي وبتكون بنت الفنانة عواطف حلمي، ولكن لم يستمر هذا الزواج وتم الانفصال بعد سنوات قليلة. كانت قد أنجبت توأمين ولدا في عام 2000 وهم كريم النبوي ونور النبوي. الجدير بالذكر أن نور سلك مسار والده وجدته ودخل للوسط الفني وقام بالعديد من الأعمال الفنية. أما الزيجة الثانية للفنان خالد النبوي فكانت في عام 2002 وكانت من السيدة منى المغربي، واللي بتحظى بشعبية كبيرة رغم أنها من خارج الوسط الفني. وأنجبت منى المغربي الابن الأصغر لخالد النبوي وهو زياد النبوي واللي ولد في عام 2010.